مشاهدينا، وللمزيد بشأن تطورات الأوضاع في غزة في ظل مراوحة مفاوضات إنهاء الحرب مكانها وتغطية الأزمة بين إيران وإسرائيل على مأساة المواطنين في قطاع غزة، ينضم إلينا عبر سكايب من القدس الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ راسم عبيدات. مساء الخير أستاذ راسم. مساء النور لكم جميعا وأهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم معنا في اليوم 93 بعد 100 للعدوان على غزة. يواصل الاحتلال قصف المدنيين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى سقوط ضحايا، فيما استمر في محاصرة مدارس تؤوي نازحين في بلدة بيت حانون شمال القطاع. ما الذي يهدف إليه الاحتلال من استمرار قصف ومحاصرة المدنيين بعد 193 يوم من استمرار هذا العدوان؟ نعم، هذا العدوان الاحتلال يواصل عدوانه الهمجي على شعبنا الفلسطيني، والاحتلال يرتكب المزيد من الجرائم والتي تطال المدنيين والأطفال والنساء. هذه الحرب حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 15,000 طفل باعتراف منظمة اليونيسف التي تعنى بالأطفال، قالت بأن 15,000 طفل فلسطيني قد استشهد وحوالي 10,000 امرأة، بمعنى أنهم يشكلون أكثر من 70% من عداد الشهداء في قطاع غزة. وبالتالي هذه الجرائم التي قالت جنوب أفريقيا في قضيته لمحكمة العدل العليا بارتكاب إبادة جماعية واستخدام التجويع كسلاح في هذه الحرب، بالإضافة إلى الغارات والقصف المستمر والمقابر الجماعية التي يجري اكتشافها تباعاً، وقيام الاحتلال بدفن بعض العديد من السكان وهم أحياء، هذا يثبت أن هذه همجية وحشية غير مسبوقة لا في التاريخ القديم ولا في الحديث. الاحتلال يحاول أن يفك العلاقة ما بين المقاومة الفلسطينية وبيئتها الحاضنة بدفع الناس إلى التمرد على المقاومة الفلسطينية، ونحن ندرك تماما أن المقاومة الفلسطينية والبيئة الشعبية في حالة من الالتحام، ولذلك هو يعمل على تدمير وكل أسس الحياة في قطاع غزة، مشافي وقطاع صحي، استهداف مدارس والعبادة وكل شيء له علاقة في الجانب المدني وله علاقة بالحكم هناك، يجري تدميره بشكل ممنهج وبشكل كامل. ولذلك نحن نقول بشكل واضح أن ما يجري هو تعبير عن مدى وحشية وهمجية هذا الاحتلال. هنا أستاذ راسم، أيضا عمليات الاحتلال تركزت في الأيام الأخيرة على شمال ووسط القطاع، وهو ما يتنافى عن ما أعلنه مسبقا من دفع النازحين من الجنوب إلى الوسط وشمال القطاع تمهيدا لعملية في رفح. هل ربما تغيرت الخطة لدى الاحتلال، أم ما الذي نشهده من عمليات استهداف غير متناسقة ربما حتى مع تصريحات المحتل؟ نعم، الاحتلال هو السكان يصرون على العودة من الجنوب إلى الشمال، ويجري استهداف من يحاول العودة، ويرتكب الاحتلال العديد من المجازر. الاحتلال مرة يقول بأنه يجري الاستعدادات للذهاب إلى معركة رفح، تعبير عن الأزمة الداخلية التي تعيشها حكومة نتنياهو، والتي بعد 193 يوماً الأوضاع على الجانب العسكري للاحتلال كلما أوغل في رمال غزة يغرق في مستنقعاتها ويدفع المزيد من القتلى جنود وضباط، بالإضافة إلى الخسارة في المعدات والآليات، دبابات ومدرعات وقطع مدفعية وغيرها. ولذلك الاحتلال يحاول التعويض عن عملية الفشل في تحقيق أي إنجاز عسكري أو ميداني أو نصر وصورة نصر في الانتقام من المدنيين. وهذه الحرب يبدو أن الاحتلال يخوضها على خلفية ثأرية انتقامية بدون أهداف واضحة ومحددة في هذا الاتجاه، بمعنى أن الحرب أصبح الهدف هو الحرب ولا توجد أهداف سياسية من وراء هذه الحرب. الأهداف المتطرفة الاستراتيجية التي وضعها الاحتلال وذهب في هذه الحرب إليها بالحديث عن القضاء على المقاومة الفلسطينية وفي القلب منها حركة حماس، بالإضافة إلى تدمير قدراته العسكرية والتسليحية واستعادة الأسرى، وصولا إلى الهدف الاستراتيجي الأكبر الذي تسعى له الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة مشروع وفكرة هذه الحرب، وهي من تقود عسكريا وأمنيا في هذه الحرب في منطقة قطاع غزة، إعادة رسم خرائط المنطقة وتشكلها من جديد بما يعرف بالشرق الأوسط
الجديد. كل هذه الأهداف التي يتحدثون عنها والطرد والتهجير، إلى حتى هذه اللحظة لم يتم إنجاز أي هدف من هذه الأهداف، ولذلك في إطار التعويض عن عدم تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية المتطرفة والتي عادة ما تكون موجهة للداخل الإسرائيلي، هو ينتقم من السكان المدنيين ويقوم بعمليات قتل واستهداف كل من يحاول العودة من الجنوب إلى الشمال، يجري استهدافه، وحتى المناطق التي يقول الاحتلال أنه سيطر عليها يعود إليها مرة ثانية وثالثة. الشفاء تعرض مرتين للاقتحام طيب في هنا أستاذ 17 راسم، التطور ربما الذي طرأ على الأحداث في قطاع غزة أنه مندوب الجزائر في الأمم المتحدة يحذر من أن يغطي الصراع بين إيران وإسرائيل على الأزمة في غزة. هل تعتقدون أن الاحتلال يحاول تمرير المزيد من الجرائم تحت ستار دخان المواجهة مع إيران؟ يا سيد، الاحتلال يعيش أزمات عميقة، وهذه الأزمات هي أزمات لها عدة أبعاد، أزمات لها علاقة بالبعد العسكري، تآكل قوة الردع الإسرائيلي في هذا الجانب، وربما الاحتلال في عملية قصف القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال أبناء قائد حركة حماس الأخ إسماعيل هنانية وأحفاده، هي أتت في إطار أن الاحتلال كان يحاول استعادة قوة الردع، ولكن هذه العملية بدلاً من أن تكون لاستعادة قوة الردع جاءت لكي تظهر الردع الاستراتيجي الإيراني في هذا الاتجاه. وبالمقابل عندما نتحدث عن الأزمات نتحدث عن أزمة اقتصادية، الاحتلال حتى هذه اللحظة هناك 65 مليار تكاليف هذه الحرب، ويفشل في إعادة المستوطنين في الشمال إلى مستوطناتهم، وكذلك هناك مستوطنين في منطقة الجنوب، وهذا يكلف خزينة الدولة الكثير من الأموال في هذا الاتجاه، وما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية ونفسية كبيرة، بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي الجميع يتحدث أن دولة الاحتلال، يائير جولان نائب رئيس أركان سابق وعضو كنيست، قال بأنه لأول مرة في دولة الاحتلال منذ 50 عاما لا توجد قيادة سياسية، وبالتالي هذا شيء خطير، وهناك صراعات ما بين المؤسسة العسكرية والأمنية والجانب السياسي فيما يتعلق بإدارة الحرب على قطاع غزة أو في قضية استعادة الأسرى. طيب الأزمات الداخلية الكبيرة الأخرى متعلقة بالمظاهرات المستمرة والمتواصلة والتي باتت تطالب بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات تبكيرية سادسة في هذا الاتجاه. هذه الأزمات التي نتحدث عنها هي تدفع نتنياهو بتوسيع المعركة ونقل هذه المعركة من حدود قطاع غزة أو من جغرافيا قطاع غزة هنا باتجاه أستاذ راسم، حتى الداخل المحتل اليوم المشتعل بالمظاهرات ضد نتنياهو، هل ربما استفاد من الحرب أو المسرحية التي كأنها إيران شنتها على الاحتلال، بالتالي يمكن أن تؤثر الدعاية الغربية والإسرائيلية تجاه إيران على سير مفاوضات إنهاء الحرب في غزة بأنها تستغل أو تتحجج بما تقوم به إيران فيهدأ الداخل المحتل ولا يمشون في المفاوضات؟ يا سيدي، في هذا الإطار الاحتلال وتحديدا نتنياهو لا يريد أن تكون هناك صفقة لتبادل الأسرى، بدلالة أنه عندما يقوم بإرسال وفوده إلى القاهرة أو قطر ويقوم بإرسال هذه الوفود بدون صلاحيات، في الصباح يقول لهم تفاوضوا من أجل تحقيق صفقة تبادل الأسرى، وفي المساء يقول لهم لا توقعوا على أي اتفاقية على أي اتفاقيات تجري سواء في القاهرة أو في الدوحة. ومن نعم هذا المنطلق نتنياهو هو يماطل ويحاول تقطيع الوقت، ويتحدث دائما عن ما يسميه بالانتصار الساحق والذهاب إلى معركة رفح، وكأن معركة رفح ستكون المنقذ لنتنياهو، وهو يتحدث بأن من لا يريدون أن نذهب لرفح لا يريدون أن نحقق الانتصار الساحق، وهذا الانتصار الساحق على مدار شكرا لك. 193 يوما لم نشهد تحقيق لمثل هذا الانتصار الذي يتحدث عنه نتنياهو. من القدس الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ راسم عبيدات، شكرا لكم على هذه المداخلة. شكرا.